السلام عليكم. اليوم غادي نتعلم كيفاش نخمل المونتاج ببرنامج في ان. اذا ملي كنفتح البرنامج هذه هي الواجهه ديال البرنامج، كاتينا كنوركو على هذيك الزائد باش ندخلو البرنامج. نديرو نيو بروجيكت، هنايا كنديرو نيو بروجيكت. انا كندخلو القائمه ديال الفيديوهات اللي عندنا في البورتابل، كنختار الفيديو اللي بغينا نديرو عليه المونتاج. ملي كنختار الفيديو كنوركو على هذاك السهم باش يدخلنا البرنامج. ملي كندخل البرنامج كنلقاو بزاف ديال الايقونات اللي كتساعدني انني نقطع ولا نزيد لي زيفي ولا ندير بزاف ديال الحاجات في هذا البرنامج هذا. مثلا انا الى وركت على هذه الايقونه هذه ديال الفلتر، كيعطيني بزاف ديال لي فلتر اللي يمكن لينا نبدلو الفلتر للفيديو. راك عارف، راكم نتوما عارفين لي فلتر اش كيديروا الدور ديالهم. هنايا كنتحكم في السرعه ديال الفيديو ديالي، الى وركت على الايقونه ديال رابيد كتعطينا نتحكم في السرعه ديال الفيديو سبيد. هنا الايقونة ديال المقص هي اللي كتساعدني انني نقطع الاجزاء اللي ما بغيتهمش يبانوا عندي مثلا في الفيديو. مثلا شي الجزء هذا ما بغيتوش يبان عندي في الفيديو، كان نحدد بهذا لابار، هذا بهذا الخط ديال الابيض اللي باين في وسط البرنامج هو باش كنحددوا المنطقة اللي غادي نحيدو. من بعد ملي كنحددوها كنوركو على هذيك المنطقة اللي حددناها وكنوركو على ديليت. هنا صافي، انا تحيدات ديال ديك البلاصه اللي حددناها في الاول. هنا ملي كنوركو على هاد الايقونه كيعطيونا بزاف ديال لي زيفي، يعني اللي كتجي لي كندير ضيف الحركه للفيديو ديالي. اي حركه عندي بزاف ديال لي زيفي هنايا كنزيدهم باش تضيف الحركه للفيديو ديالي. هادو كلهم حركات كتضاف للفيديو، دير واحد الحركه في الفيديو ديالي. الى بغيت نحيدهم كنورك عليها، كدير كنورك على هذيك ديليت وكتحيد، ماشي ما فيهاش حتى شي اشكال. نمشيو دابا الى بغينا نزيدو هذوك الفيديوهات ديال الكرومات اللي كتكون مثلا اشتراك في القناه مثلا. هذه كنمشيو لهاد الايقونة هادي في اخر لابار كتكون سميتها فولورد، كنورك عليها باش تضيف ليا الفيديو داخل فيديو. هذا فيديو ديال كروما، هو فيديو ايضا كندخلو في الفيديو ديالي. هي الى كتلاحظوا ان هاد الكروما هادي بقى باللون الاخضر. كيفاش نحيد هاد الخلفية الخضراء؟ تنجي لهاد التحت فيها واحد سميتها كروما، كنضغط عليها صافي، كنحرك هاد اللعيبة هادي وكتحيد لي داك الكروما ديالي، داك اللون هاديك. وايضا صافي، وتنتحكم في الوضعية ديال الكروما ديالي فين بغي نحطها. كما كتلاحظوا
نمشيو دابا الى بينا نزيدو الصور في الفيديوهات ديالنا، مثلا نديرو صورات ديال اللوغو ديالنا، مثلا ناخد الصورة ديال اللوغو ديال القناة ديالي انا مثلا، بغيت نحيد نديرها ك لوغو الفيديو. اولا كنحددها وكنتحكم في الحجم ديالها عن طريق دوك النقاط اللي تيكونوا في المربع اللي داير بالصورة، وكنجرها كنديرها مثلا في على طول المدة ديال الفيديو. هانتوما كما كتلاحظوا معايا، نمشيو دابا الى بينا نزيدو النصوص الكتبة في الفيديو ديالنا. كنمشيو للتكست، هاد الايقونة هادي ديال التكست كنوركو عليها، عندي بزاف ديال الخطوط هنايا، كنورك نختار اي خط اللي بغيت كنورك عليه. تمام، اخترت مثلا هذا كنورك عليه، ملي كنبغي نبدل الكتابة ديالي كنورك عليه، كيطلع لي الكلافي ديال البورتابل ديالي. بس تنكتب مثلا، نكتب هنا قناة هنا الصحراء، صافي. وتنورك على ديال التأكيد، هذا الرمز ديال التأكيد دائما ما ننساش، دائما كنورك عليه باش نأكد. صافي، ملي كان هكذا كان تحكم في الحجم ديالها عن طريق، ديما كنورك على الحاجة اللي بغيت ندير عليها التعديل، كنورك عليها كان مثلا بغيت نبدل ليها مثلا اللون ديالها والخط كنتلل، كنورك عليها كطلع لي هاد القناة اللي كنورك على كولور مثلا، كولور كطلعوا لي هادو. صافي، كنبدا نختار انا اي لون عجبني كنختارو، هاد الخضر هذا والزرق الصفر. الا بغيت نبدل مثلا الخط كنورك على هاد الاف هادي، وراه كيطلعوا لي بزاف ديال الخطوط. هانتوما ملي كنورك على اي نوع كيطلع لي كيتبدل الشكل ديال الخط ديال القناة. هانتوما كنختار اي خط عجبني انا كنختارو دائما، وكنورك على داك الرمز ديال التأكيد ملي كنختار. صافي، ملي كنختار هنا الا بغيت الطريقة ديال الظهور ديال الكتابة، مثلا هذا الشكل، هذا الشكل، هذا الشكل، هذا الشكل، هذا تهبط من الفوق غير ذلك. انتم بزاف عندي بزاف ديال، دائما كنورك عليها راه كتطلعوا لي لي زيفي هادو من يعني من الفوق. تمام، مثلا الا بغيت نتحكم في المدة الزمنية ديال ظهور ديال الكتابة كنورك عليها، راه كيطلعوا لي واحد جوج اسهم في الجانب ديال الكتابة، كنجرها بالصبع ديالي يعني نجر ونقص كيما بغيت. المسألة الثانية، الا بغيت نضيف الصوت الاوديو، راه عندي هنايا الموسيقى، الا بغيت نضيف الموسيقى، وعندي الا بغيت نسجل الصوت في البرنامج. مثلا بغيت نسجل الصوت في البرنامج، مثلا كنمشي كنورك عليها، كنورك على هاد الدائرة الحمراء هادي ديال بداية التسجيل مثلا، كذلك كيعطيني واحد العد. هنا كنتحكم في الصوت ديالو، في نزيد ونقص، راه كامل كتورك على دائما على اي حاجه بغيتيها كتورك عليها، راه كيطلع لك الايقونه ديال التحكم فيها. مثلا بغيت شي مقطع ما بان ليا بغيت نحيدو ما عجبنيش، مثلا في شي تخرشيش ولا شي حاجه كنحيدو.
هنا في نفس البلاصة دائما كنورك إلى بغيت نزيد مثلا الموسيقى، مثلا كيديني دائما المكتبة ديال الموسيقى اللي عندي في البورتابل ديالي، كنختار الموسيقى اللي بغيت. مثلا أنا اختاريت هادي، ها كنسيب هنا كنتحكم ليها في الصوت ديالها، نزيد نقص كيما بغيت. الرمز ديال التأكيد دائما. أي حاجة درتها دائما نسي دائما في البرنامج، نتأكد واش الميزة اللي درت واش تفعلت ولا لا. مثلا هنايا درت هذيك الفيديو ديال الكروما، درتو تحت من الصورة وما طلعش ليا، دونك خصني نديرو فوق من الصورة باش يبان. تسمى دائما خصكم دائما تسيو المسائل ديالكم قبل ما ديرو الإخراج ديال الفيديو. هانتوما غادي نجروها بالصبع ديالها، نطلعها شوية لفوق باش يكون هو اللي فوق من الصورة. ملي كنساليو الفيديو ديالنا كنبغيو نخرجوه. الطريقة ديال الإخراج ديالو هو أننا كنوركو على هاد السهم، هذا السهم هذا اللي الفوق اللي بالزرق. قبل ما نوركو عليه أولا نديرو حفظ ديال المعطيات ديالنا، بس نوركو بهاد المربع اللي حداه نيت، هذا اللي جنب ديالو، باش حتى الى بغينا نعدلو على المعطيات ديالنا مبقاش نعاود من البداية، خصنا نبقاو نحافظو على هدوك المعلومات اللي درنا. ملي تنورك على هاد السهم كطلع ليا هادي اللي كتحكم في الجودة ديال الفيديو، عندي 720 اتش دي، 1080 فول اتش دي، عندي الفوركا، وانا كنفضل نخدم 1080 الجودة ديال فول اتش دي. صافي، وبالنسبه لهاد الاف بي اس خليوها 30. صافي، كنورك على داك السهم ديال التاكيد، فملي كنورك عليه كيعطيني كيبدا الفيديو يتنزل ليا. صافي، ملي تيكمل هذاك العد ديالو كيعطيني هاد الايقونه، كندير ليه واحد الاسم للفيديو، كنختار ليه واحد الاسم، ندير ليه مثلا تعلم المونتاج، وهنا يمكن لي ندير لي واحد الوصفة، ديك